في ظل تصعيد ميداني وتغييرات كثيرة شملت الخارطة السياسية والعسكرية خلال الأشهر والأيام القليلة الماضية، تعود الدعوات الأممية لضرورة استئناف العملية السياسية من جديد. دعوات تأتي بعد إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه الرياض وتوالي المواقف الدولية المتصاعدة بالتحذير من وضع الصراع المتفاقم في اليمن. المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ قال إنه يتابع بقلق بالغ تصاعد العنف والانتهاكات واستمرار تعريض حياة المدنيين للخطر. البيان الأممي للمبعوث قال إن قرارات مجلس الأمن أكدت على ضرورة قيام جميع الأطراف اليمنية بكفالة سلامة المدنيين وعلى ضرورة تيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن دون عوائق. الدعوة الأممية أتت بعد أيام قليلة من دعوة السفير الأمريكي ماثيو تولر ميليشيا الحوثي إلى تسليم السلاح والدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الصراع وفقا للإطار الأممي، وأكد أنه ليس هناك أي حل عسكري للصراع القائم. الحكومة الشرعية قالت إن الحسم العسكري مستمر، لكنها تدعم الحل السياسي شريطة أن يكون لدى الحوثيين استعداد للالتزام بالحوار على أساس المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن، ما لم فسيكون الأمر مضيعة للوقت. إذا لديهم استعداد بالالتزام بالحوار على أساس المرجعيات مع الحكومة الشرعية وما تمثله أيضا من تحالف سياسي، سيكون هذا هو المدخل. على ذلك مضيعة للوقت، على أني أرى بأنه الآن ما عاد يمكن أن نذهب إلى حوار بنفس السهولة التي ذهبنا إليها في جنيف وفي بيل وفي الكويت. يقف المشهد اليمني إذن بين توجه كبير للحسم ودعوات عديدة للمفاوضات، وبين هذا وذاك يظل المدنيون الخاسر الأكبر في الدوران بحلقة العنف والانقلاب التي لم تتوقف.